السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرفي المرسلين. أما بعد، أتمنى أن تكونوا بخير، ونواصل الفيديوهات التي ابتدناها فيما قبل. وفي هذه اللحظة سنصور سنتحدث في هذا الفيديو حول مبرهنة في الحسابيات أو في نظريات الأعداد تسمى مبرهنة ويلسون، نسبة إلى عالم رياضيات بريطاني قديم، يعني عاش في القرن الثامن عشر. وتسمى هذه المبرهنة مبرهنة ويلسون، ويعني كانت معروفة يعني عند ابن الهيثم على سبيل المثال، يعني كان عارف بهذه النتيجة ولكن لم يبرهن عليها إلا فيما بعد، كما سنشاهد في الفيديو. ما هي مبرهنة ويلسون، وما هو البرهان الذي يمكن أن نعطيه لهذه المبرهنة، ومن جاء بهذا البرهان؟ إذا مبرهنة ويلسون كتقول بأن إذا كان بي عدد أولي، بي عدد أولي تكافئ إذا وافقت، إذا كان بي عدد أولي تكافئ في ناقص واحد فاكتوريال تساوي ناقص واحد. إذن إذا كان بي عدد أولي، إذا وافقت إذا كان العامل بي ناقص واحد تساوي ناقص واحد مدير بي. نعطيه مثال يعني خمسة مثلا، بي يساوي خمسة. إذن يعني خمسة ناقص واحد عامل تساوي أربعة، عامل تساوي أربعة ثلاثة جوج تساوي 24 تساوي ناقص واحد موديلو 5، يعني 24 زائد 1 هي مضاعف لخمسة. هذه الحقيقة يعني كان ابن الهيثم يعلم بها، ولكن ربما يعني فيما بعد يعني لا أدري لماذا سميت بمبرهنة ويلسون، ولكن يعني من جاء بها البرهان هو عالم الرياضيات الفرنسي لويس لاغرانج، وبالتحديد كان ذلك سنة 1773. كيف ما هو البرهان الذي يمكن أن يعني نعطيه هذا المبرهنة؟ تابعونا يعني في هذه اللحظات. إذا نبدأ يعني أول مرحلة، أول يعني نفترض بأن بي عدد مركب أو عدد مؤلف، يعني عدد غير أولي. بي مثلا يساوي أربعة. إذا كان بي يساوي أربعة، بي ناقص واحد عامل يساوي أربعة يساوي ثلاثة في جوج، يساوي ثلاثة في جوج يساوي ستة، يساوي اثنان موديلو أربعة. إذن هنا في عدد غير أولي، إذا كانت بي على شكل، إذا كانت بي على شكل مربع، إذا كانت بي يساوي كيو أس اثنان، حيث كيو أكبر قطعا من أكبر من أو تساوي ثلاثة. فإن بي ناقص واحد عامل تساوي واحد، واحد في اثنان في ثلاثة حتى نوصل كيو، ولكن حتى نوصل اثنان كيو حتى نوصل بي ناقص واحد. إذا هنا عندنا كيو هنا وعندنا كيو موجود هنا، يعني بي ناقص واحد عامل تساوي صفر. جيد. الحالة الثالثة التي يمكن أن يعني نتحدث عليها، إذا كان بي يساوي أ بي، إذا بي يساوي واحد بي ناقص واحد عامل يساوي واحد اثنان ثلاثة حتى نفوت نوصل لأ ونوصل لبي، نوصل لبي ناقص واحد تساوي صفر نديرو بي.
بي موجودين هنا. إذا A مضروب في B هو B، يعني هذا هذا هذه الكمية هي مضاعفة ل هذه الكمية هي مضاعفة للعدد B. يعني ماذا علاش كنديروا هذا الشيء؟ علاش؟ لأن بغينا نبرهنوا يعني إذا كان B عدد غير أولي عطتنا B ناقص واحد يساوي صفر. نديرو بي وبالنسبة بالنسبة للأرب ولا تساوي اثنان نديرو بي. يعني بي ناقص واحد عاملي تساوي واحد بي أول. لماذا؟ لأن نفي هذه الصيغة، نفي هذه الصيغة يعني بي ناقص واحد يختلف عن صفر ويختلف عن اثنان، تعطينا نفي لهذه الصيغة، لأن أنا لابليكاسيون منها في هذا الاتجاه ولابليكاسيون هنا في الاتجاه الآخر. إذا كانت بي ناقص واحد عاملي تختلف عن صفر وتختلف عن اثنان، يعني أنها تساوي مثلا واحد على سبيل المثال، فإن هذا يعني بأن بي عدد أولي. وهذا لا ينهي البرهان وانما يعطينا نصف البرهان، لان احنا في نص هذه الصيغه تحدثنا عن التكافؤ، يعني ينبغي ان نعطي البرهان في الاتجاهين. اعطينا البرهان في الاتجاه الاول، وفي هذه اللحظات سنحاول ان نعطي البرهان في الاتجاه الثاني. يعني شنو هو البرهان في الاتجاه الثاني؟ هو اننا ننطلق من ان بي عدد اولي ونصل ان بان بي ناقص واحد يساوي ناقص واحد، عفوا ناقص واحد، لان يساوي ناقص واحد موديلو بي. موديلو بي الهدف يعني في هذه اللحظة هو أننا ننطلق من هنا بأن بي عدد أولي ونصل إلى بي ناقص واحد يساوي ناقص واحد موديلو بي. إذا تابعونا، هذا البرهان اللي جاء به كما قلنا يعني لويس لاغرانج، عالم رياضيات فرنسي توفي سنة 1813. جيد. إذن هذا لويس لاغرانج اعتبره تطبيق، يعني التطبيق الذي يربط x بy، حيث إذا كان x y يساوي واحد موديلو بي. يعني هذا التطبيق الذي اعتبره لاغرانج هو تطبيق يربط بين العدد ومقلوب هذا العدد. إذن هل هذا التطبيق يمكن أنه يربط عدد بنفسه؟ واش هذا العدد يقدر يربط واش هذا التطبيق يقدر يربط واحد العدد بنفسه؟ سنشاهد. يعني إذا كان x أس إثنان يساوي واحد موديلو بي، يعني x أس إثنان ناقص واحد يساوي صفر موديلو بي، يعني x ناقص واحد في x زائد واحد يساوي صفر موديلو بي. بما أن هذا العدد يعني هو عدد أولي، لأن احنا طلقنا بأن بي عدد أولي، بما أن هذا العدد هو عدد أولي، إذا x ناقص واحد مضروب في x زائد واحد ما يمكنش يكون مضاعف إلى العدد بي، لأن ما يمكنش يكون قاسي من قواسم العدد بي. يعني x ناقص واحد يساوي صفر، أو x زائد واحد يساوي صفر، يعني x يساوي واحد، أو x يساوي ناقص واحد يساوي بي ناقص واحد، بي ناقص واحد موديلو بي. هذا هما العددان الوحيدان اللذان يرتبطان بنفسهما، العددان الوحيدان. إذا نديرو هذا واحد يرتبط بواحد، وبي ناقص واحد يرتبط ببي ناقص واحد، اثنان ثلاثة حتى بي ناقص اثنان. هذه الأعداد بماذا ترتبط؟ كل عدد يرتبط بعدد آخر، كل عدد يرتبط بعدد آخر. على سبيل المثال اثنان يرتبط بثلاثة، وفي نفس الوقت ثلاثة يرتبط باثنان، وأربعة يرتبط بعدد سبعة، وسبعة يرتبط بأربعة، وهكذا. هذه الأعداد هي
مرتبة على شكل أزواج، كل عنصر مرتبط بعنصر آخر، وذلك العنصر هو مرتبط بالعنصر الأول، إذن اثنان مرتبط بثلاثة وجوج مثلا بثلاثة وثلاثة مرتبط بجوج وهكذا. هذا يجعل من الواحد، لا عفوا، يجعل في اثنان في ثلاثة، حتى بي ناقص اثنان تساوي أ في أ بريم في بي في بي بريم في سي في زد في زد بريم. يعني نفس الأرقام اللي موجودة هنايا، نفس الأرقام اللي موجودة هنا هي موجودة هنايا، وهذا التطبيق هي عبارة، هي تطبيق تبايني، تطبيق تبايني، يعني عدد العناصر الموجودة اللي هنايا يساوي عدد العناصر اللي موجودة هنايا. هذا يجعل يعني نرتبه هذا الجزء، هذا نرتبه على هذا الشكل، كل عدد يعني أتبعه بالمقلوب، يعني هذا يساوي واحد، هذا يساوي واحد، وهكذا يساوي واحد، المجموع هذا يعطينا واحد، واصل واصل في ناقص واحد عامل يساوي بي ناقص اثنان عامل و بي ناقص واحد تساوي، هذا كتساوي واحد بي ناقص واحد موديلو بي تساوي ناقص واحد موديلو بي. وهذا ينهي البرهان على مبرهنة ويلسون. و أذكر بأن لويس لاغرانج هو من جاء بهذا البرهان، وكان ذلك سنة 1773، وفي هذه السنة يعني لويس لاغرانج كان يعمل في ألمانيا، لأنه لويس لاغرانج عمل في ألمانيا في أكاديمية الألمانية للعلوم لمدة 20 سنة بين عامي 1766 و 1706 بين عامي 1766 و 1786. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.